السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه التلميحة بنتعرف على اختصار معرفة خصائص الملفات المحددة. نفتح أي مجلد، وليكن مثلا هذا المجلد، نبي نعرف مثلا حجم هذه الصورة. نضغط على كوماند وكنترول وحرف الآي. لاحظ ظهر لنا الخصائص، بدل من أن نضغط كنترول كليك يمين وفيو أو جيت انفو، لاحظ الخصائص، لكن هذه اختصار أفضل. أيضا لو حددت على جميع وكوماند وكنترول وآي، لاحظ يعطيك الخصائص هنا، ولكن لو ضغطت كليك يمين وقلت له جيت انفو، لاحظ بيفتح لك خصائص كل الملفات الموجودة. طبعا أنا بقعد أسكر واحد واحد الآن. كان في اختصار لإزالتها، ما علينا، يعطيكم العافية. هذا كان التلميح.